يا هلا تحيا وتبقى. شلونك طال عمرك؟ كثر الله خيرك وعسى الله يبارك لك ما شاء الله بهالاطلاله البديع. والله الاطلاله ما تزيد الا بالسرور عن ثالث وشوال. يا حبيبي والله ولف نعم. كلم قبل ما اجي كلم اللواء محمد البطال. وهو صاحب ترى الفكره. الله الله. كنا نجلس احنا وياه هنا ونشوي هنا ولكن قال لي ليش ما تعمل لك مطار وهو صاحب المطار. يعني والله ولف نعم بكم جميعا. الله يطول عمرك. الله يغنيك ويكثر خيرك. بسم الله ما شاء الله. سلام. هذه بمناسبه جيتكم. الله يعافيكم ويغنيك. ما شاء الله. يا مرحبا مرحبا وعددها ما لها يا مرحبا. ما شاء الله يعني تونا ايه. شوفوا يا جماعة ما شاء الله شغل ابو حسن عسى الله يغنيه يبارك له. الله يهنيك. عجيب عجيب. الله يبارك لك. يا ما شاء الله تبارك الله. وهذا البيت يا ابو حسن ها؟ ما شاء الله. هذا بيته. وهذه اطلالة ابو حسن. القديم حول المتحف. هذا مدخل البيت القديم. عجيب يا ابو حسن ما شاء الله ما شاء الله. يا الله هذه كلها ادواتكم؟ كم عمر البيت هذا؟ الله الله هذا حق الحبوب. كم عمره يمكن البيت ابو حسن؟ لما الدور هذا له يمكن اكثر من 300 سنه. لا اله الا الله. ما شاء الله ما شاء الله. لكن فكره رهيبه ما هدمت البيت واستغليت الارض. بعدين ما زالت الخشب ممتازه وتماسكه وقويه. هذه حجاره الحين فوق الخشب؟ حجاره العرعر يحطون عليها صخر حجاره ويحطون الطين طبقات. عجيب. تفضل. ما شاء الله. هذا الدور الثاني. تفضل. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. الله الله. عبق التاريخ. اي نعم. هذا السراج. سراج السمن يحطون فيه زمان السمن ويحطون فيه فتيله ويولعون. هذا من الحجر. أول مرة أشوفه. من الحجر. سراج بهالشكل أول مرة أشوفه. من الحجر. وهذا أقدم بندقية. هذا بندقية جدي انت يمكن ما تشوفها الا في المسلسلات الدينية. ايه الله يرحمه. هذه قديمة مرة مرة. البقر السمن نفسه بس الزبدة يحطون فيها الزبدة. هذه للزبدة ما هي للسمن؟ لا للزبدة. قبل ان يتكون سمن يحطه هنا. ايه طيب هذا وش له تبعوه؟ هذا يعني كزينة لما مثلا يتزوج احد او كذا يودونها الحريم. اها معونة. المكحلة؟ لان فيه النساء. كحل. الكحل. والله يا اخي مبدعين الاولين. يا سلام. الله. التراثيات هذه. الشنطه بدل الان الشنطه اللي تلبسها المراه. اوه الحين جي فينشي وديور و... الله المستعان. مصنوعه من ال بس جميلة ممكن ترجع موضته ترى. هذه غرفة نوم يعني كان هنا في جدار. كان في جدار بس انحدم عدا. ايه شوفوا يا جماعة إطلالة غرفة النوم. لا إله إلا الله. أما الجو لحاله يا ما شاء الله تبارك الله. إبداع يا أبو حسن. الله يونسك بالعافية. جزا الله أنك ونستنا.
هذه التحفة الخاصة عند أبو حسن. ما شاء الله تبارك الله.